يا نانا. هذا انت يا محمود؟ شو اللي قومي؟ مو رجلك مكسوره والدكتور قال لك لا تدوسي عليها، شو اللي جابك؟ فوتي فوتي فوتي. جيت اسالك انا مشان الدواء. شفت يكون مو مزبوط، ولي اذا اخذته بيصير لي شيء معناته. ليش ام محمود شو بيعرفك انه الدواء مزبوط ولا لا؟ ليش بتعرفي تقري اجنبي؟ لا بس بعرف مايس، شوفي هنا. شوفي هذا الاحمر نفسه على الراشيطه، وهذا الاخضر كمان نفسه على الراشيطة، بس هاد هنا مو نفسه على الراشيطة، ليك شلونها مدورة ومعكوف دنبة مثل الحلزون. على الراشيطة شوفيها إذا بدك، على الراشيطة مثل البسطون هيك طويلة، هنا هنا، ليكون الصيدلي مخربط معك وعاطيكي دواء لكسر الإيد بدل كسر الإجر. لا طمني يا أم محمود لا تخافي، هو الصيدلي قال لي إنه الدواء الثالث مفقود، قام أعطاني واحد مشابه له. شو يعني مشابه؟ يعني مو نفس الشيء؟ الحمد لله منيح لي ما اخذت منه ليكون ما بينفع. لا اطمني ام محمود لا تخافي، مشابه يعني نفس التركيبه، خدي منه ولا تخافي. وليش مغيرين اسمه؟ كل شركه بتحط الاسم يلي بدها اياه على ادويتها، فهمتي؟ بدك الصراحه؟ لا ما فهمت، اذا نفس التركيبه شلون بده يكون له غير اسم؟ هلا خدي المجدره فيها عدس وبرغل وبصل وزيت، بصير اسمها غير مجدره؟ بيصير. شوفي ام محمود، هلا لو اخذنا البندورة والبيض والبصل وخلطناهم مع بعض شو بيصير؟ بيصير جزماز. وفي عالم بتسميه شكشوكة. هلا الجزماز صار اسمه شكشوكة. كل واحد بيسميه حسبه معتاد ام محمود، والدواء هيك نفس التركيبة بس كل واحد بيسميه شكل. يعني اخذ حبين؟ خدي. انت المسؤولة هنا، إذا صار لي شيء انت بتعالجيني. خلاص أنا المسؤولة. زكاتك لك أن كاسة مي خليني ابلع على هالحبين. تكرم عينك. شاطرة هالهنا باللف، يا سلام. هي تأمن غدا بكرة، صحن المجدرة اللي بالبراد بخليه غدا لبعد بكرة. تفضلي يا محمود. تسلموا إيديكي، هاتي الحبين. تكرم عينك. شرفي. يبعتلون قتلون كل مرة شكل بيساووا الدبع، شي فقس شي على جناب. في العافية. يعافي قلبك، شو هنا شايفتك عم تلفي ملفوف، جميل بيحبه. احترت شو بدي اطبخ له لبكره؟ معلش راحت معك الاكله يومين. هاتي لساعدك تعي. لا لا تعذبي حالك ام محمود، انت روحي على بيتك ارتاحي، انا بشتغل لحالي. لا ما بيصير لما ساعدك ام محمود، مثل ما قلت لك تقبري قلبي، روحي على بيتك وارتاحي وريحي رجليك. مرتاحه انا مرتاحه، هاتي لساعدك، ما بيصير انت تعملي هدول كلياتهم. تقبري قلبي ام محمود، انت ارتاحي وما عليك، انا بشتغل لحالي. حلفت لساعدك، قومي جيبي الكرسي. لشو الكرسي؟ مشان القي رجلي عليه. ام محمود حبيبه قلبي، انت تسطحي وشعلي التلفزيون تتفرجي عليه، بس ارتاحي. طب مرتاحه انا، قومي جيبي لي الكرسي. قومي. الله يجيبك يا طولة البال. طولة البال. شرفي ام محمود. بعيد هنا، قربي لي يا شوي. تفضلي. ساعديني هنا لارفع اجري. تفضلي ام محمود. جيني لشو؟ عالي كتير هنا، ما عندك أوطان؟ ما عندي. بلا عندك بالحمام، كرسي سليم الأزرق هاتي لي. يا الله يجيبك يا طولة البال. طولة البال تانية. تفضلي محمود. ايه هذا منيح، خدي هذا. تكرم عينك. أي ما قالت. الله يجيبك يا طولة البال. قربي لي هالطاولة لقلك. أي هاتي لأحشي معك، هاتي هاتي الحشوة. تفضلي. ولا قلي احشي لحالك، تسلي أنا بسليكي كمان، بشاركك مشاركة وجدانية. إلهي سليني برحمته. أي جديدة؟ إمتى بقى بده يجي يوم الثلاثة وأصرف الجائزة الكبرى؟ يا لطيف هالأيام شلون عم تمر ببطء. أخ بس مو حارق قلبي غير إني شلون ما اشتريت النمرة اللي بتربح الجائزة الذهبية 30,000. شلون؟
كانت هلأ النمرة مصمودة جنب أختها، وكنت بربح بدال الجائزة الوحدة جائزتين 3,030,000. صحيح هدول إذا جمعناهم شو بيطلعوا؟ بيطلعوا 3,030,000. ما أحون هذا. أنتو مساء الخير. أهلين محمود، شو معادك هون؟ ما تفوتي تقعدي ببيتك وترتاحي؟ أنا قعدت على البلكون داخلي، طلعت لعند المتحسين داخلي يا كتار، دقيت أنا عليكم طلعوا له الأولاد، قال مالكم هون. وأنتي شو طلعك على الدراج وخايفة تنكسر رجلك التانية؟ على فكرة هنا المتحسين زعلانة كتير منكم. ليش بقى؟ مشان الدكان اللي بدها تفتحها لجوزها. وأنتي شو قلتي لها؟ دافعت عنكم أنا، مو إنه ما دافعت، دافعت. قلت لها لا لا تفتحي سيرته بالعطل ابدا، جميل وهنا كثير بيساعدوا الناس خاصه جيرانه. قلت لها انه جائزه يا نصيب طلعت اشاعه في اشاعه. الله لا يجبره اللي كان السبب بالاشاعه. يلا ابو طارق، صيد غني ولا صيد فقر. ام محمود فوتي على بيتك ارتاحي وخذي الدواء اوام. شكرا على اليخنات اللي بعتتي لي اياهم. شو طيبين؟ ما بتلحقتي تتعشي، لسه ما صار وقت العشاء. لما ودالك اياهم طارق انت متغديه. ايه معلش قدرتوا لانه سخنين كثير. ايوه ماشي، صحتين وهنا. شفتها شو هذا؟ بابا انا ما دخلني، سليم هو اللي بلش. قوموا على دروسكم، قوموا. قلبيه ولا شريطيه؟ شريطيه. قلبيه يا ابن ال بسيطة يا وسيم، تاخذ 1500 ورقة ما لك أي مو مشكلة، بس تنططني أنا تمشيني على أربعة وتخليني نط مثل الشمبانزي. أنا أفرجيك. شو هالصوت؟ هذا صوت هاوي أكيد. هنا عم تدق محلاب، الظاهر بدها تعمل أقراص. ياي أنا كتير بحب الأقراص. رح تنقضى شهوتي. شو القصة؟ صار لي عم تدق أكتر من ساعتين وما خلصين. قديش بدها تعجين؟ كيس طحين؟ بجوز نادرة شي ندر بدها توزع على فقراء الحارة كلها. بجوز. لا
شغلي صار فيي أن لو بدها توزع أقراص على فقراء الشام وحمص وما لف لفها حلا تخلص داء. أنا لازم روح شوف شو عم تعمل. صار لها 3 ساعات نقرت راسي. محمود سمعت صوت الهاون قام اجت تشوف شو عم ساوي. ما بتقدر ما تعرف؟ ايه ما راح افتحنا ما راح افتحنا. افتحي هنا. انا 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 ام محمود افتحي خليني ساعدك بقراص الحلو. هيك على الحاله بدك جمعه لتخلصي لك ما تعبتي. افتحي انا ام محمود افتحي لي هنا انا. لا قوم افتح لها لانه اذا ما فتحت لها ما راح تحل على الباب. افتح ماما. افتحي ام محمود افتحي. اهلا وسهلا تفضلي. يعطيك العافية هنانا. الله يعافيك يا رب. تفضلي حبيبتي ارحمي نفسك شوي ما تعبتي حاجتك بقى. ايه شو بدي ساوي ما بقدر وقف لساعة 3 لازم ضل دق. الله يعطيك العافية. ليش كم كيس رح تساوي؟ كيس شو؟ كيس طحين. ليش ما عم تعملي قراص انتي؟ لا انا عم بعمل سحر من شاني. قولي سحر من شاني. تعي تعي لهون. ايه انا هلا بس لاخلص دق بتيجي بكره وبتاخذيهم. بعد ما بتاخذيهم تنقعيهم بسبع نقط مي بعدين بتحطيهم بنص الاوضه وانت حاطتيهم بنص الاوضه بتنطي فوقهم 7 نقطات وبعدين بتلفي حواليهم 7 لفات على اليمين و7 لفات على الشمال بعدين بتاخذيهم تنقعيهم 7 دقائق وبتقطعيهم 7 قطع وتوزعيهم على 7 بيوت وما بتاكلي منهم ولا لقمه. محمود بعرفك حاكم ها. بعدين بتطيب برجلك وبتجيك رزقه. رزقه الله يسمع منك. اذا طلع كلامك مزبوط لك عندي هزيه محرزه. يخلي لي اياكي. ام محمود روحي لانه انا ما بقدر دق قدامي حدا. انا وزعت جوزي واولادي مشان هالشغله. ماشي اوكي رايحه رايحه. امتى اجي اخذهم انا؟ بكره بكره. ماشي الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي. توصي بالدق حبيبتي. ايه تكرم عيونك. سكري الباب وراكي ام محمود. اوكي. صارت الساعة 12 وهنا ما راحت لسه على الشغل. لحلا تروح. ليش ما راحي؟ مريضة؟ لا تكون مريضة. لازم شق عليها انا. هنا 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 افتحي. بدكم ماتت هاي كمان. افتحي هنا هنا انا ام محمود افتحي. انا انا متي متي هنا. لسا بكير عجيت الولاد. هنا افتحي انا ام محمود ردي علي. اطلب لك الاسعاف. معقول تكون طالعة من البيت وما حسيت عليها؟ بيجوز بس ما فارقت الباب ولا لحظة. من بعد ما طلع جميل ما حدا طلع ولا حدا فت. أكيد لساتها جوا وما على قدرانة تفتح. يا ربي شو أعمل؟ لازم أكسر الباب. هيا هنا 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 افتحي هنا. عمّا يا عم محمود إذا ما تكسري الباب. ما جاية. جيتك جيتك يا عم محمود جيت. عمّا إن شاء الله يعدموني إياكي. سيدي فوتي محمود.
قلت يلا دق عليكي بشق عليكي. ايش خير فيك شي هنا؟ لا ما في شي بس كنت نايمة. كنتي نايمة لهلا؟ ايه كنت نايمة. خلصيني يا محمود شو بدك؟ لك يقرف عمري إن شاء الله. لو كنت عرفانة انك نايمة ما كنت ازعجتك. الله يوفقك لا تاخذيني. ما مشكلة محمود، إذا بدك شي من البراد ليكو بالمطبخ فوتي خذي اللي بدك اياه. أنا ما بدك تعطيني السحن. هلا رح تكسري لي الباب مشان السحن؟ الحقيني. يلا. يلا هنا هنا يلا خدي ويني خدي. حافظة الوصفة ولا عدلك ياها؟ حافظتها كلها سبعات بسبعات بسبعات. يلا روحي بلشي سكري الباب وراكي يا مكسورة. ألو مرحبا جميل، شو بدي لك حبيبي؟ جيب معك أكل جاهز. ايه لاني نايمة ما فيني اطبخ حبيبي. انت جيب يلي بدك اياه. يلا مع السلامة. يلا روح نعسانة روح نعسانة. انا ها ليكو السقف لقيته تقبرني.